قاعدين في الممشى الجميل ده زي ما قلنا فيه على اليمين هنا حديقة منتزه. هنتكلم في الحلقة دي عن سؤال سألته كتير من المتابعين اللي بيبعتولي على الانستجرام او الواتساب، ايه افضل مدينة في المغرب اشتري فيها عقار؟ فطبعا افضل مدينة المغرب بما انها دولة سياحية واعتمادها بشكل كبير على السياحة، فهنتكلم في افضل 5 مدن سياحية في المغرب تشتري فيها عقار، والتقييم ده بناء على ان انا رحت المدن دي وحاطط الترتيب باللي هو المدن اللي انا تعبت فيها في ان انا الاقي سكن او فندق، الترتيب من الاقل صعوبة للاصعب. يعني في مدن قعدت لفيت شوية عشان الاقي فيها شقق او فندق، وفي مدن تعبت قوي، في مدن نص نص. 5 مدينة وهي اصيلة مدينة صغيرة كده جنب طنجة وتطوان، عبارة عن اكبر معرض مفتوح للفنون في المغرب، حاجة رائعة. تعبت فيها شوية عشان الاقي شقة، ما تعبتش قوي يعني، بس تعبت شوية لان هي اصلا مدينة عدد سكانها 32,000 نسمة. انت اللي صبغته؟ لا لا عربي. انت اللي صبغته؟ مزيان زي ما قلت لكم، جوز ذاتية. مزيانة جميلة جميلة زوينة. تعمل سبعة يا عمو مصري. عرفت منين؟ عرفت منين؟ كويس. البحر، الجمال، معرض الفنون التشكيلية لمحبين الفنون، أصيلة لازم تفكر فيها يكون عندك شقة. وطبعا هي مدينة تاريخية مش مدينة جديدة يا جماعة، مدينة تاريخية متأسسة من سنة 1500 قبل الميلاد. شوف هنا المنظر يا جماعة، روعة. بص البحر. المحيط الأطلسي. في المركز الرابع هنا قرية أزود اللي تابع لإقليم أزيلال جنب بني ملال كده، جنب بني ملال بحوالي مثلا 40 كيلو. ما الطريق كله خضرة، مدينة كلها سياحة، تروحها في الصيف تروحها في الربيع. مدينة رائعة برضو، تعبت فيها شوية مش كتير عشان الاقي شقة هناك. احنا النهاردة لحد تاني يوم ليا في أزود. بصراحة المدينة دي عجباني، كيفتني. يلا بينا ننزل بقى. في مدن ممكن تكون فيها ظلم شوية في التقييم، لأن أنا روحت الرحلات دي بالأخص أصيلة وزود اللي هي المركز الخامس والرابع في أيام الكورونا. يعني الفيديوهات دي من أيام الكورونا، في أيام الكورونا ما كانش في حركة سياحية كتير، ومع ذلك تعبت في إن أنا ألاقي شقة. فأكيد في الأيام الصيف وأيام الاكتظاظ بتبقى الموضوع أصعب بكتير، فلازم تفكر يبقى عندك شقة في قرية وزود وتتقاعد فيها. بقول لكم مساء الخير عشان الساعة داخلة على 1:30، أول يوم لينا في الدخلة. يجي هنا في المركز الثالث الدخلة دي برضو لفيت فيها حبة حلوين عشان ألاقي فندق أو شقة. أنا دايما بحب أخد شقة مفروشة أو رياض، ما بحبش جو الفنادق المقفولة دي. فالدخلة لازم تفكر يكون عندك فيها بيت، لو أنت حابب تبعد بعيد عن الرباط، لأن هي بعيدة عن الرباط بحوالي مثلا 1500 كيلو. وهنا مقاهي الدخلة. الدخلة مدينة جميلة، مدينة رخيصة، مدينة تفطر فيها السمك، الحوت، أكلات الحوت. شوفوا كافيه زي ده، أروع إطلالة على البحر، وأسعار السكن فيها مش رخيصة. فالاستثمار في الدخلة إن أنت تشتري شقة هناك تحطها في الخطة. تاني أنظف مدينة في العالم. مدينة إفران تاني أنظف مدينة في العالم، تروحها في الربيع، تروحها في الصيف، تروحها في الشتاء، تلج الخضرة. يعني دي هنا كده بعد العيد الصغير، في كان ساعتها الربيع شوية موجود. مدينة إفران بقعد أتعب شوية لحد ما ألاقي شقة، سواء في البرد سواء شوف هنا مثلا التلج. لازم تفكر يكون عندك سكن في إفران، مدينة جميلة جدا كاستثمار عقاري، ومن أغلى المدن في المغرب اللي تأجر فيها بالليل. يعني أنا لفيت المغرب كلها، اغلى مدينة اجرت فيها هي افران. بسم الله، ورايحين على الصويرة.
رقم واحد بقى الصويرة. الصويرة يا جماعة دي أكتر مدينة دخت فيها عشان ألاقي مكان وفي الآخر ما لقيتش. انزلوا اعملوا لايك دلوقتي، لايك شجعوا. مريحين في مكان اسمه تلمست، يعني من الساعة 1 بالليل لحد 7 الصبح وأنا بدور، وفي الآخر ما لقيتش غير مجلس أبات فيه في الصويرة. مغامرات الصيف. فالصويرة لازم تفكر فيها. مدينة الصويرة مدينة جميلة جدا. وصلنا مدينة الصويرة الجميلة واتصدمنا صدمتين. أول صدمة إن هي مدينة الرياح، رياحها قوية جدا وباردة، والصدمة التانية إن مفيش ولا فندق فاضي. يا جماعة احنا في الصويرة الساعة 3 الفجر كل الفنادق كده. تقريبا شبه بيتنا في الشارع اول يوم. دخلنا المسجد قعدنا صلينا الفجر بقى، وفضلنا قاعدين لبعد الفجر لحد ما المسجد قفل. ما استضفناش بقى غير الاسرة دي في الصغيرة، هم اللي عاملين المجلس بتاعهم معرضينه للايجار. عجبتنا طبعا الفكرة ان الواحد يبقى عنده حتى لو حيز صغير من جزء من بيته يعرضه للايجار يستفيد منه كاستثمار. انا شجعت الفكرة. وهنا بقى نتمشى نشوف شوارع الصويرة الجميلة الرائعة، كلها أشجار ونخل على يمينك، نخل على شمالك وأشجار على يمينك والبحر، حاجة رائعة. يلا بينا بقى نروح المدينة القديمة. في رحلة البحث عن الفطور دخلنا كذا مكان. بس ايه رايك في معامله ال في فرق بين معامله التجار هنا ومراكش؟ صح؟ اه يعني بتوع مراكش الناس بتشتغل هناك كده، هنا حاسس المعامله ينقصهم الحرفيه يعني. عصبوني. الاوتيلات في الصغيره هنا. هذا المكان الموجود فيه هذا السيد كان في 71، كان قهوة لهيبي، كافي هيبيز. هيبيز مثلا كان كافي جيمي هندريكس، فرانك زابا، كات ستيفنز، يو بي هير بيفور جست فور ذا سموكين اند ميوزيشن. وهنا مثل الممثل أورسون ويلز أوتيلو المعروف. طبعا. هنا في هذا المحل، والآن فندق رياض المدينة. ومرحبا بك. شكرا لك. مرحبا. مرحبا. شكرا. أنا كاتب من في العنوان إن أفضل خمس مدن سياحية في المغرب، لكن طنجة دي المدينة بقى مركز لوحده. طنجة يعني هو انت جاي عايز تشتري شقة في المغرب لازم اول حاجة تفكر في طنجة، مع ان في مدن سياحية كتير في المغرب زي مراكش زي اجادير، بس مراكش واجادير السكن فيها رخيص، السائح هناك ما بيدخش عشان يلاقي شقة، فاستثمار هناك شقق كويس لكن مش قوي زي طنجة. طنجة يعني زي بنقول كده بالبلدي الشاري فيها كسبان والبايع خسران. يعني عندك امكانية تشتري شقة في طنجة ما تترددش لحظة، سواء هتأجرها فاضية، هتأجرها مفروش، هتأجرها بالليلة، عايز تخليها كده مقفولة تمنها بيزيد مع الوقت. يعني رقم واحد في الاستثمار هو طنجة. مدينة حيوية بمعنى الكلمة، فيها السهر بالنهار شغالة بالليل شغالة، تفتح فيها مشروعك، مقهى، مطعم، كافيه، محل لبس، مع اي محلات تجارية. اول مدينة تفكر فيها هي طنجة. يعني احنا قلنا في المغرب طنجة او مراكش، بس دلوقتي بنتكلم في الحلقة دي على الاستثمار العقاري. رقم واحد هي طنجة. معكش فلوس كتير، بص بقى على باقي المدن اللي انا قلت عليها، الخمس مدن اللي قبل دي. Thank you.
ومكتبنا هناك في طنجة دار كايرو، مكتب الهندسة. هنا رحت مع أحد متابعيني رايح بعين حتة الأرض بتاعته، كان عنده أرض بعيدة على طنجة شوية، يعني طول الطريق ما شاء الله الأماكن خضرة جبال، تبقى واقف شايف أسبانيا الناحية التانية. هنا بعين بقى حتة الأرض محمد يعني عايز يبنيها وكده، ونعمل له ديزاين. أصلا من الله التوفيق، لأن المشاريع دي يا جماعة بتبقى توفيق، يعني في مشروع كده الواحد يبقى داخل فيه تلاقي في ربنا موفق والمشروع ماشي والكليان مبسوط وأنا مبسوط وكله مبسوط، في مشروع تلاقي أعوذ بالله تجيله كده يجي كده، تروح له كده يجيلك كده. طنجة الساعة 1 بالليل، شوفوا الدنيا كلها عمرة الصيف. يا رب اكون افدتكم في الحلقة دي، استنونا في حلقات تانية ان شاء الله.